اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. انا مزاني شويه تعبانه من غريبيا غريت بي صدري، صوتي راهو هارب، لكن جبت لكم فيديو كامل هايل في محلين، في العلمه وفي الصيف، محل اشواق العلمه ومحل رخاي دهش في الصيف. الفيديو هذا كنت عرضت لكم قبل ايام، لكن كان صرا فيه مشكل في بلاصه ما يكون الفيديو 10 دقائق كان 4 دقائق فقط، كاين مقاطع تحذفوا مباشره ثم راحوا. المهم عاودناكم الفيديو بالتفصيل ممل، عندهم عروض خرافيه المحلات دوك تشوفوا عناوينهم. محل راه في سنتر كوميرسيال تاع لابريش على برا، ومحل راه في سطيف في باب بسكره، تسمى الصيفيه تقدروا تشريو من سطيف والعلميه تشريو من العلمه عادي جدا. المحل هذا مشهور بزاف بلي يبيع 300 طرس ب40، 300 طرس ب50، 300 طرس ب60، عنده الكتسين دراويس هكذا تاع الفيتنام، عنده حوايج روعه يعني. دوك خليكم على فيديو كاملا ومع صاحب المحل يشرح لكم بالتفصيل كلش، ما كاش حاجه ما سماها لكمش. الفيديو جا شوي طويل لكن معلي شكله باش تقدروا تشوفوا كل شيء وتشوفوا السلعه كامله على بعضها، مشاهده ممتعه. السلام عليكم ورحمه الله. اقمش اشواق العلم، هذه الجهه منا منين نجي نقل حضر رقم 36 لاري تكنيكوم، كي تجي هابطين سنتر كوميرسيال، هذا من سنتر كوميرسيال احمد مهنبي، المركز التجاري احمد مهنبي، هذاك المركز التجاري، هذا من المحل سمينا، واحد يخدم الهاتف، واحد يخدم الداتو، والاكاديمية تقص. هذا الحانوت تاعنا، محل اقمش اشواق العلمة. العنوان تاع الحانوت تاع سطيف، العنوان تاع الحانوت تاع سطيف، من الرومبوا الكبيرة تاع باب بسكرة، كي نجي هابطين على الطريق منها هابطين لماليزيا، نلقاو المحل عاد الوسط، أقمش رخاي دهش، هذا الطريق اللي تهبط ماليزيا، هذيك الرومبوا الصغيرة تاع البوليسي. هذا هو المحل تاع سطيف. مشتر خاي دهش، صورنا لكم اليوم بالجمعة، ما كاينش الغاشي، وهذه اون فاس لينا الحي تاع المحكمة. بسم الله، ها عندنا الفولار، هذا فولار ساتيني 300 طرات ب50، هذا فولار ساتيني 300 طرات ب50 نفر، وعندنا السواري هذا ب20 في المتر، طونتيل سواري تي سواري 3 ب50، ليساتا هذه 3 متر ب50 نفر، وعندنا السواري هذا 25 في المتر، سواري ديغرادي بلي كولر 25 في المتر، عندنا المطلاسي هذا جديد تاع البساطات 25 الف 25 المتر. والسلعة واش راكم تشوفوا هنا واش كاين؟ لا هنا كاين في محل سطيف، كاين في العلمة محل العلمة ومحل سطيف، عندنا 3 متر ب45 الف هنا في ساطة لازر، وعندنا ليساتا هنا تاع 3 ب70، 3 متر ب70 الف بخلطة دي كولر، وليساتا كل حاجة مليحة يعني، ليساتا اللهنة كل مليحة في الكاليتي المليح. عندنا هذا بيزو فولار، هذا تاع ريدوات ليمونج للصواري متعدد الاستعمالات، 3 متر ب50، عندنا البيزو كوتون فيه 4 كولر 5 كولر. نزيد ندير لكم جولة صغيرة هنا في الحانوت خاطرش كنا نصوروا كل شيء راح يطوال الفيديو بزاف، واللي عندهم ترواجي ما يقدروش يكملوا الفيديو. هذه الساطة او كل كاينة 3 ب50، وكاينة هذيك 3 ب45 ساطة لازر.
عندنا حوايج 3 ب 50، 3 ب 60، 3 ب 75، عندنا 35 في المترا. وشني اكل فيه ملاثر؟ هذا بيزو كوتون في الايني في 5 الوان، يدير 20 في المترا. عندنا الصواري هذا يدير 85 نفر، انا نبيع فيه غير 35 نفر. عندنا الحجاب هذا اللي يسميه كلب زارا، كل واحد كيف يسميه، وحجاب تاع الحبه هكذا معروف، 25 في المترا، كان ب 30 قلبنا ب 25. عندنا حجاب هذا الاولى 25 متر، هذا كل ب 25. لي روب حجاب، حجاب جلابه، كل وحده واش داتو، 25 متر. هذه الساتان 25، هذه فيتنام، هذه ب 20 تاع الورده. هذه عندنا هذا فولار 10000 متر، في واحد 20 موتيف. فيه لي موتيف بزاف الفولار هذا، وهذو تاع 53 تاع قبيل. هذا تيل 53، كي اللي داروه روبا، كي اللي داروه ريدو، كل وحده واش تعملته انتم والافكار تاعكم. ومرحبا بكم، والصول دا راه دائما كاين. واش تلقاو في العلمه؟ تلقاو في حانوت سطيف، هذه دائما مفروغ منها. واش تلقاو في الحانوت تاعنا تاع العلمه، اقمشه اشواق العلمه، تلقاو في اقمشه الرخي دهش في سطيف، تول باب بسكره، الرومبوا الكبيره تاع باب بسكره. وهذو دراوات فيتنام، حاجه ما شاء الله، كاليتي في الخشينه، ويدير 25 في المتر. لي موتيف تاعو ما شاء الله، لي كولار تاعو ثاني الله يبارك. هذا زدنا صوار باش جبنا لي موتيف الملاح. هذا الدراوات فيه 240 ارض. الكري الاخر ما جبتوش عاد سلام الله. هذا حطيناه البارح، اليوم قطعنا منه، خير ربي ليك اليوم. هذا تاع ذريل، اللي حابة تفرح لولادها، 25 في متر. كاين عندنا كولر في البلو، كولر في الروز، كولر تاع بنات، كولر تاع ذراري. هذه تاع البنات طبق طفطة 10000، لونغون 10000. هذه صورتها هذيك، هذه القري في الراس، هذيك موتيف روعة ثاني. هاي اللي حابة تفرح، هذو تاع العرايس، حاجة الله يبارك ما شاء الله. ومازال عندنا متوفر تاع 20 ثاني، كمية قليلة مش حاجة كبيرة بزاف، تاع 20 كاين، وكاين في الإني. هذا في الكري، الكري فيه ربع الوان، فيه الكري بلاصي، وفيه في الروز والروج والبلون، فيه ربع الوان. وهذه السلعه تاع 53، هاي مازالت متوفره، هذا اوكو 53. مام الساتان هذه 53. عندنا ساتان غومي هاي دير 90000 متر، نبيعو فيها 30000 برك المتر، وفيها لي كولار ثاني. ومرحبا بكم. اوكي القماش هذا يدير 12500، فيه فايت 20 كولار ثاني. هذا كابيل، هذا في الكابيل، الكابيل هذا فيه الالوان. قلت شحال متر؟ وين اما 40، هذاك 40 فيه 3 مترات عرض. هذا 12500، 3 مترات ب 37 نف، العرض تاعو فيه متر. قندوره فيها 3 مترات، اما يديو فيه ثاني ولا غير الاغلبيه يديو فيه من 10 طراف الفوق، العرايس والحجاج اللي يمدوا طرافو. زيد زيدني موتيف تاع البوبلينات تاع الكوزينه، هذيك 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 هذه فيها دو كولار ولا طروا كولار، ثلاث الوان راه ربع الوان. هذه بزاف اللي داوهم للبوطاجي، وداوها كلها تاع كوزينه تاع تاقه تاع باب دي بارا.
ثاني 12500، ثلاث مترات ب 37000، يعني فيها لافير يا لافير. وهام الالوان، خاطرش الالوان ما نقدرش نفتح لكم الالوان، والله لي موتيف وكل لي موتيف فيه 20 موتيف، كاين هنا وكاين هذو هنا. ها وهذا تاع 10000 دولار، فيه لي موتيف الله يبارك ما شاء الله، ما كاينش اللي تمس فيه وما ديش، قليل اللي مدات منه وقليل اللي دات طرف، الاغلبيه ديو ثلاث طرف ربعه خمسه، كاين اللي دات 15، كاين اللي دات 20 طرف. وعندنا هذا 53، هذا ثاني في الصوار. سكاي هذا كاين غير في الحنوت تاع سطيف، متوفره منه 13 لون، 50000، السعر 50000 في المتر. وهذا فولار السلطانة هويم، في ألوان خير ربي، هذا متوفر في الحنوت تاع سطيف، جبناه الخطرة الأولى بقوة وخلاص، واليوم زد جبنا منه خير ربي.